Recording. بسم الله. كان وصلنا لننتهي السلايد من الانترا اوبراتيف نيرسينج كير، وقلنا من الجولز انه احنا نقلل الانكزايتي، لانه الانكزايتي لها نيجاتيف كونسيكونسز. انكزايتي لما واحد يكون خايف، خلينا احنا بنشتغل كبرايورتي اي بي سي مثلا. شو تاثير الانكزايتي على الاي بي سي، على الاير واي؟ ممكن يصير معك تكبنيه، تكبنيه يعني هايبر فنتليشن، ممكن تؤدي الى هايبر فنتليشن، وبالتالي ممكن يصير معك ريسبيراتوري الكالوسيس، صح ولا لا؟ بريثنج حكينا انه يصير في عندك تكبنيه، فعلى البريثنج باترن بتغير. طيب على السيركوليشن شو ممكن يصير معك؟ ارتفاع بالبلد بريشر، زياده في الهارت ريت، زياده في الميتابوليك نيدز. عشان هيك مريض الجلطه القلبيه، قال له وش بقول بشرح لكم عن شغلات لسه ما اخذتوهاش. مريض الجلطه القلبيه اصلا مشكلته انه ما فيش اكسجين واصل للقلب. فواحد من الاشياء الجوز تاعونا انه يقلل الانكزايتي له. ليش؟ لان الخوف بزيد الهارت ريت، بزيد حاجه القلب للاكسجين، وهو اصلا ما عندهوش اكسجين. فالانكزايتي مصيبه. هاي من ناحيه الاي بي سيز. انا كبيشنتس له سيرجري، الانكزايتي لها كمان نيجاتيف كونسيكونسز على الهيلينج، لان من الانكزايتي بيطلع عندي هرمون الكورتيزون. الكورتيزون اميونو سبريسنت، فبأخر الهيلينج. غير هيك بيعطيني نيجاتيف، بيعطي للبيشنتس نيجاتيف اكسبيرينس، والله انا كنت ميت من الخوف، انا ولا عمري راح ارجع. فاذا صار احتاج مره ثانيه لاي دخول، شو راح يصير معاه؟ بقول لك تلاقي الانكزايتي لسه اعلى من المره الاولانيه، لانه احنا ما عالجنا الانكزايتي في المره الاولى. فالانكزايتي موضوع ضروري جدا نشتغل عليه. هسه بالنسبه انت ك نيرس، خصوصا اذا كنت السيركوليتنج نيرس، عرفنا شو شو لقبناه؟ النحله. هو النحله هو اكثر واحد شغال هناك. ممكن احنا قلنا نقلل الانكزايتي عن طريق بعض الاستراتيجيز زي الايميجري، انه نصير نعمل ديستراكشن للبيشنتس، نعمل الرابورت، في شيء بنسميه رابورت. وامبارح هاي حكيناها مع الطلاب، مع شعبة امبارح قبل ما ابلش المحاضرة. خلينا نعمل بوز، حرام اني احكي لهم ما احكي لكم. مش في حد عنده مشكلة في العملي حتى الان؟ كحشتوا مرضى ما كحشوكم؟ في معظم امبارح كانوا مكحوشين. انا متوقع، انا مش انه يعني انا سائل ومتوقع ولا حدا يقول لي لا، بالعكس انا متوقع، وكون معظم قايل لي او ما عرفتش احكي مع البيشنت، ما اعطانيش مجال، كان زهقان، كان يقول لي يلا بيتعامل معي يعني انجز بين قوسين، وهذا اشي طبيعي يا جماعه. وكويس انه ريكوردد، ان شاء الله الناس الثانيين يستفيد منه. انت لما تيجي على بيشنت، انت بتفكر انت الوحيد اللي اجى عليه؟ كم تخصص طبي في عندنا؟ انت عدوا لي اياهم. طب، صيدلة، تمريض، شو كمان؟ مختبرات، علاج طبيعي، علاج وظيفي، نيوتريشن، في مليون تخصص. نفس الهيستوري اللي قاعدين تاخذه، نفسه الطب والتمريض نفس الهيستوري. ربنا الله بالفيزيكال اكزامينيشن هم ممكن يعملوا بعض التكنيكس الادفانس اللي احنا ما بناخذها. فانا لو اني انا مريض ويجيني الطالب بس بده ياخذ منه معلومات، خذوها بنظرة عامة، أنا شو بقول عن هذا اللي قدامي؟ شو ماله؟ سيلفش، أناني. أنا هذا الزلمة بس جاي ياخذ مني، أنا عبارة عن وسيلة، عن هو مصلحجي بين قوسين، هذا اللي جاييني مصلحجي، بده ياخذ اللي بده إياه، ممكن أمشي لك إياه أنا كمريض، أتفاهم إنك طالب وبحاجة مساعدة وأتعاون معك. مرة مرتين ثلاث يجوني أكثر من هيك مثلا، حتى أكثر من مرة والله غير يسهل. فانا اللي بقى دائما بنصح لطلابنا، خصوصا طلاب الادلت ون، ومشوا عليها دائما، اعمل الرابورت. الرابورت انه البيشنتس تعمل ايش بنسميه التراست ريليشن شيب. غير هيك انه فيلينج كومفورت، بيشنتس يكون كومفورتبل معك ويحس انه سيف.
وانك ممكن تعطيه بعض البنفيتس ممكن تفيده، وهاي اهم شيء صراحه للبيشنت. للمريض في اي مستشفى بقول لك ما تهمنيش ان تراست، انا بحكي كالتشر تاعتنا شو تراست ريليشن شيب، هو بده ياخذ املاكي على هالاملاك انسال اياها. كومفورت ماشي، بهمني الراحه، والله مش بردان، السرير يكون على الشباك مثلا قريب من الشباك يعني، لكن اهم شيء البنفيتس انك تفيده، مثل تخفف عليه وجعه مثلا. هذا مثلا هسه بيقولوا لي انا دكتور طارق كيف اخفف عليه وجعه، قلنا بعض هاي الاستراتيجيز، واحد من الدستراكشن تعرف تحكي معاه، وهي بنسميها كوميونيكيشن سكيلز. غلبك لو سمحت تسكر الباب. فالكوميونيكيشن سكيلز بتفرق ما بين السلام عليكم عمي، انا طالب من جامعة الهاشمية وانا لازم احكي معك عشان اخذ بعض المعلومات، وخلص خلص معناها انت بينت له من الاساس انت جاي لمصلحة لنفسك. شو اللي بنصح فيه الطالب؟ فوت على المريض كأنك دكتور زمانك، خلي اول شيء عندك سيلف كونفيدنس، فوت عليه صباح الخير يا عمي، اذا شوي هو مدروخ بصحصح، كيف حالك اليوم؟ ان شاء الله امورك اليوم احسن. طبعا المريض وايش متوقع نبلش يتشكون لك، والله يا عمي مستوي، هذا ايش طبيعي. لا يا عمي ان شاء الله، ان شاء الله اليوم امورك تمام، انت اليوم انا انت اليوم في حمايتي، انا اليوم بدي ادير بالي عليك. بالله عليك لو جيت على اي مريض وقلت له هاي الكلمه شو بقول؟ شو بحس انا؟ انت كطالب اول ما تفوت، لو قلت لك انت اليوم انت حصتي، كلمة هاي معروفة طبعاً، شو معنى حصتين؟ أنا اللي بدي يدير بالي عليك، شو معنى؟ شو بتحس؟ إنه في لك ظهر، في لك واحد بسندك، أنت اليوم عمي أنا اللي بدي يدير بالي عليك. طوالي طبعاً لا تفتح لهوش مجال يحكي لك عن كل مشاكله هسا، أنت بقول له لساتك، هسا هو لساته قاعد بمتحن فيك، شو بدك؟ شو هالحصة اللي بتحكي له عنها؟ شو اللي بدك تدير بالك عليه؟ طوالي إذا إله IV fluid، مسك الـ IV fluid، ما تركبوا لك يا عمي هذا؟ قديش صار له؟ متى لازم ينتهي؟ حكولك؟ لازم حكولك. انت مش حكينه، لازم حكولك. هسه بروح بشوف متى لازم ينتهي. ورجيني الكانيولا، ورجيني الابره. والله الابره تاعتك من زمان لازمها تغيير. او لا امورها تمام، هي ماشيه مش موقفه. ليش سريرك مش مرتب؟ هسه بدي ارتب لك سريرك، هاي اسمه بيت سايد كير. هاي الاشياء كلها اسمها بيت سايد كير. الطاوله اللي جنب السرير، هسه برتب لك اياها. انت لما تعمل له هاي الشغلات البسيطه، شو البيشنس بحس؟ فعلا انك جاي تفيده. بنسميها ايش بالعلاقات الاجتماعيه، ايش بنسميه؟ ميوتشوال انترست. شو يعني ميوتشوال انترست؟ مصلحه او منفعه متبادله. هو عارف انك كطالب بدك منه معلومات، لكن ما كان متوقع انك تفيده لهالدرجه، مع انها شغلات بسيطه. خلينا اخذ لك ضغطك وحرارتك الفايتال ساين، خلينا نشوف كيف امورك هسه. لا ما شاء الله عليك، ارفع معنوياته، لكن ايش قلنا؟ لا تعطيش فوس ريأشورات. هاي الشغلات كلياتها بعد ما تعملها، اذا البيشنت لسه ما بحكيش معك، فعلا قول للمس غيري لي اياه. انا بقول لك معنى، او بتلاقيه بحاله نفسيه كثير صعبه، او هو شخصيته هيك، انا بتذكر مره بيشنتس، لانه الطالب فك الكانيولا نزلت نقطه دم على زرع الدنيا، كاين عميد بالجيش يعني مدلل بين قوسين بالجيش، تعال وفروح فيعني بعض البيشنتس بيختلفوا، لكن بدنا نحاول قدر الامكان نمتص غضب نتفهم. الناس نقول نمتص غضب البيشنتس، انا مش زعلان، نتفهم مشاعر الفرستريشن، الزهق اللي بيكون عنده في المستشفى. هاي الشغلات اذا عملتها بعد ما تعملها، اقول يا عمي انا اسمي مثلا مجدي رباب، مع طالب جامعه هاشميه سنه ثانيه، اليوم انا عندي دوام عملي وانا استلمتك، شو بتقول له؟ مش سلموني اياك. ايش يعني سلموني اياك؟ انفرضت علي، انا اليوم استلمتك، انا اللي اخترتك، ايوه انا عشان ادير بالي عليك. شو البيشنس بقول؟ يا حبيبي اجا واحد يهفف لي، اجا واحد يدير باله علي، انا هذا اللي بدي اياه. تصير تاخذ وتعطي معه، لكن كمان
فتح لهوش مجال كثير. هاي كمان شغله من الكوميونيكيشن سكيلز، خصوصا عند الكبار في العمر بين قوسين الستات، الذهب ارتفع الذهب نزل، بتصير سولف لك يمين وشمال، بتضيعك، بروح اليوم وانت قاعدين بتسولف عن الذهب وعن الفضه وما انا عارف شو. فبهيك حالات، بهيك حالات وهي بتصير، وهي واحد من الكوميونيكيشن سكيلز، اذا البيشنس شت عندك في الحكي اساله يس اور نو كويستشن، بس ريليتد لايش؟ للمرض. طيب يا عمي بعددنك، بس يعني هسه انت متوجع، احنا في العاده شو بنقول؟ قديش وجعك؟ قلت لا اساله يس اور نو كويستشن. هسه انت متوجع يا عمي، فانت وين رجعت للتراك؟ وقفت حبل الشطح تاعه. فانا كمان لما اشطح بالمحاضرات يسالوني يس اور نو كويستشن. عرفنا شو قصه الريبورت، وين رجعتنا لشغله مهمه في العملي. طيب بالنسبه للليتكس الرجي، فانا كنيرس لازم احاول تو بريفنت، قلنا درهم وقايه خير من قنطار علاج. فانا كنيرس او كهيلث كير بيرسونيل، مش بس مسؤوليه النيرسز اني اعرف اذا البيشنت عنده الرجي ولا لا. اذا انا اللي عرفت انه عنده الرجي طوالي، لازم اعمل لها ريبورتنج لكل الهيلث كير بروفايدرز اللي ممكن يشتغلوا مع هذا البيشنت. اذا لقيت واحد بالشارع دير بالك، او بالكرادور وهو مش مشتغل مع البيشنت تاعي، بقول له دير بالك تقرب على هذا المريض معاه الليرجيك، معاه الليرجي للليتكس، شو سميناها او ما خطوهاش، هاي بنسميها ريتش اوف كونفيدنشياليتي، يعني انت حكيت معلومات خاصه في المريض، هذا بيقدر البيشنت يحاسبك عليه. فانا لما اقول reported to other healthcare providers، مين هم اللي بدهم يتعاملوا مع البيشنتس بس. لكن اي واحد الاقيه بالقسم دير بالك هذا عنده تحسس، دير زي صارت زي مين، اخبرهم يا صلاح نفس الشيء، اخبرهم يا صلاح كيف كنت بالماضي. لا بزبطش هذا الحكي، انا بس بعمل reporting لمين، للناس اللي راح يكونوا يتعاملوا مع هذا البيشنت. وطبعا في الغالب بيكونوا الفايل يستعون المرضى اول من فوق بتلاقيها allergies او sensitivities، عشان تكون red flag، يعني هي انتبه، هاي الشغلة مهمة. مع ذلك لازم نعملها reporting oral reporting. الحلو في الموضوع عشان نمنع latex allergy، معظم ال ORs في المستشفيات المتقدمة صارت تستخدم ادوات latex فيها شمالها قليلة، وفي لها alternatives، لكن الالترناتيف بتاعت الليتكس شمالها غالية. فبقول لك اذا البيشنت ما عنده الليرجي خلينا نستخدم ليتكس، اذا عنده الليرجي الله بعين بنستخدم شيء غالي، لكن في سبيل انه ما يصير عنده اي مضاعفات. قلنا الريسبونسابيلتي ان نعرف اذا في عنده الليرجي ولا لا، مسؤولية مين؟ كل الكادر الصحي، كل الهيلث كير بيرسونيل، فهي مسؤوليتهم، مش بس بتوقع على المريض على الممرض لحاله، على الكل. كمان من الانترفينشنز اللي لازم نعملها في الانترا اوبراتيف اني امنع الانجريز واحافظ على السيفتي تاعت البيشنتس. في كثير هازاردز، في كثير اخطار معرض لها البيشنتس، مش بس بالسيرجري، باي مكان في المستشفى هو معرض انه له هازارد، يصير عنده مشاكل، عندنا الفاير مثلا ابسطها فولينج داون، السيرجري نفسها هي انجري، صح ولا لا؟ هي تروما للتيشو تروما. غير هيك واحد من الاشياء اللي احنا بنغفل عنها البوزيشننج تاع البيشنتس جوات العمليه. خلينا اكبر الصوره بالله، فطلعوا بعض البوزيشنز بنسميها، هي مكتوبه عندكم هون اناتوميكال بوزيشنز بيستخدموها. فمثلا هذا وضعيه الولاده مثلا بنسميها الاثيوتومي بوزيشن، هنا في وضعية ممكن بيستخدموا عشان ياخذوا خزعات. ففي بعض البوزيشنز ممكن تعمل بريشر على بلود فيسلز، على ارتريز، فبالتالي تقلل البيرفيوجن. هاي اذا قللت البيرفيوجن شو راح يصير في الاريا اللي قل عليها البيرفيوجن؟ ان ايروبيك ميتابوليزم، لاكتيك اسيد، نيكروسيس، ماشي، هاي التسلسل. غير هيك انت ممكن تضغط على النيرفز، وبالتالي البيشنتس ممكن يصير معاه باراستيزيا. شنو باراستيزيا؟ النمنس، مش شلل، باراليسز، شلل.
بينما الضغط انت لما تضغط على ايدك تلاقيك تقعد على فتره طويله نمنمه بالضبط. وغير هيك ممكن اذا كانت الثقل على ايش مسميه بوني بروميننس، نتوءات عظميه او بروزات عظميه، هذا بيؤدي الى بريشر ألسرز. خصوصا البريشر ألسر ممكن يصير خلال ساعتين ضليتك على بوزيشن معين، وهذا البوزيشن فيه نتوء عظمي ممكن يصير فيه بريشر ألسر. عشان هيك البوزيشنينج كل قديش؟ كل ساعتين. فهمنا ليش كل ساعتين الريبوزيشنينج؟ لانه البريشر ألسر ممكن يصير خلال ساعتين. البس بوت ضيق خلال اقل من ساعتين ممكن يصير معك بريشر. هذا الحمار تعرفون، انت فاهمين علي؟ يعني بلاش اكون بحكي مع ناس برجوازيين. اذا كنت مره لبست كندره ضيقه اجلكم الله او شوز ضيق، شو راح تصير برجلك مكان الضيق؟ تصير زي احمر. هذا بريشر ألسر، هذا ممكن. لكن الحمد لله احنا يعني باول بنحس بهاي الشغله بنروح بنشيلها بنفكها او بنشلحها بنغيرها. بينما بيشنتس على عمليات مخدر مش حاسب وجع، شو راح يصير البريشر ألسر؟ تتطور اكثر واكثر. واذا كان مع دايابيتس عيدت راح يصير معاه انفكشن، وهذا كل ماله قاعد بيكبر بيكبر، واخر شيء ممكن تعمل له سبسس. وعرفنا شو يعني سبسس. سبسس شو معناها؟ المايكرو اورجانيزم يوصل للبلود ستريم، وبالتالي كل الجسم في حاله فايت اور فلايت، نسميها السيستميك، اختصارها SIRS، systemic inflammatory inflammatory response syndrome. ماشي؟ فانت لما تفوت البكتيريا على blood stream وتنتشر، جهاز المناعة بقول كل الاحتياط اللي عندي بجهاز المناعة شغله، فهذا بحفز جهاز الانفلاميشن. واخذتوها بالباثو، اخذته مش الهاي، انا ما بحكيش على الاس اي ار اس، اخذته كيف الانفلاميشن رياكشن تاع الجسم. فبتشوفوا انه الاميونيتي لها تايبس، وواحد من الاشياء اللي الاميونيتي بتعتمد عليها الانفلاميشن ريسبونس والانفلاماتوري كومبلمنتس. فلما تشتغل بشكل عام في الجسم، بيشنتس معرض انه يصير عنده كومبليكيشنز، من ضمنها الشوك، من ضمنها مالتي اورجان سيستم فيلير، والمورتاليتي فيهن عالي جدا. تخيلوا من ايش؟ بريشر ألسر. ممكن من ايش؟ شغلات بسيطه ما تتخيلوهاش. تعرفوا ممكن من ايش؟ فولس كاثيتر. واحد عنده سنترال لاين، سنترال لاين هي زي اكسس زي كانيولا، لكن وين هي؟ مش كان يعني هو كاثيتر بيدخلوه من سنترال فين زي الجيجولر او السبكليفيان، عشان يعطوا فيه زي كيموثيرابي مثلا، ادويه ممكن تاثر على الفينز البسيطات. في شغلات النيمونيا، الكوفيد اللي هو الكورونا كيف كان يقتل الناس؟ مره الاس اي ار اس، انه في الاخر تصير مع البيشنت سكندري نيمونيا، بعدين البيشنت يخش بحاله سبسس ويصير عنده اس اي ار اس. فالموضوع يعني مش مسحه، بيشنت معرض دائما ما انه فايت عنده على المستشفى، معرض انه لايه؟ انه يصير في عنده انجريز، والسيفتي تاعته عليها كويستشن مارك، بتخوف. غير هيك في بعض البوزيشن، تخيل واحد بده يعمل عمليه ديسك مفتوح، يعني فتح من وراء، شو البوزيشن بدهم يخلوا له اياه؟ نايم على بطنه وكان اوبيز. شو هذا؟ كل بريشر بيضغط على الديافرام، وبالتالي التنفس، فبالتالي راح تاثر على ريسبيريشن. اذا شفتوا الصوره اللي قبل شوي ورجيتكم اياها، بكون في عندي بعض المرات ان عشان البيشنتس ما يوقع بستخدم سترابس. وين شايفين؟ زي الرباطات، من بعض المرات بنستخدمها عشان البيشنتس ما يوقع، لكن هاي نوع من انواع ريستريكشنز، من انواع التقييدات. فاحنا بنستخدم اقل نوع ضرر او اقل نوع فيه تقييد لحريه البيشنت.
دائما بنقول لا ترفعش الفور سايد ريلز، لا ترفع الاربعه، هذا نوع من انواع الاحتجاز، بيشنس ممكن يحاسبك عليها، ارفع ثلاث. اذا انت بدك البيشنس سيفتي ارفع ثلاث، بده يزحلك من الفتحه الصغيره اللي ظلت لا، فانت بترفع ثلاث. فبنستخدم السيفتي سترابس اقل نوع ممكن يقلل حريه البيشنت، لكن بنفس الوقت اللي بتقدر انشور السيفتي تاعت البيشنت. طبعا نرفع السايد ريلز، البيشنت ما بخليهوش لحاله، والله خلصنا عمليه سكرنا قرب يخلص الاثر المفعول، بستنى بجوز بده ربع ساعه، قلنا خلينا نروح نتناول لنا فنجان قهوه. البيشنت صحصح، اذا البيشنت صحصح مش داري عن الدنيا شو انا قاعد بعمل هون، مش اورينتد، بيحاول يقوم طج، ولو واقع ولو فاتح العمليه ولو مليون مشكله ومشكله. فممنوع اني ابعد عن اي بيشنت يكون تحت تاثير السيديشن. وفرقنا ما بين السيديشن والانستيزيا، شو معنى السيديشن؟ تنويم، انستيزيا تخدير. طبعا الناس الكبار في العمر الثن او الاوبيز، اي حدا معه فيزيكال ديفورميتي، هذول ات ريسك يصير معهم انجريز او ريسك يصير معهم مشاكل اكثر من غيره. من البيسك انترفينشنز تو مينتين السيفتي تاعت البيشنتس، شو هي الفايف ستيبس قبل اي بروسيجر اللي اخذتوها بالفاندمنتالز؟ واحد، ان اتاكد من مين، من الاي دي تاعت البيشنتس، عشان اعرف انه هذا الميديكيشن الك، والله هذا الدريسنج، والله الانسولين الك مش لواحد ثاني. افرض ان اعطيت الانسولين لمريض محوش سكري، شو راح يصير معه؟ هايبوغلايسيميا، البرين بموت اذا كانت سيفير. فدائما لازم اشيك على الانفورميشن، وكمان تتذكروا في المقدمه شو قلنا عن الدوكيومنتيشن، شو لازم تكون كومبليت اند اكوريت، عشان ما يصير في عندي اي مشاكل في الدياجنوستس. حكينا من نتاكد من بيشنت ايدنتيفيكيشن، الرجيز، كونسنت فورم وكثير ركزنا عليه، هيلث هيستوري، لاب ريزلت، كليات نهايه نتاكد منها انها كليات موثقه في الفايل تاع البيشنت. كمان من السيف او من الانترفينشنز عشان احافظ على السيفتي تاعت البيشنتس، اذا البيشنت تحتاج بلد، والبلد راح تاخذوه سيمينارات، فمو من اكثر الشغلات اللي بنعمل عليها الدسكشن البلد ترانسفيوجن عليك وشكلها. شو افتحوا كتاب الميديكال سوري كتاب الانكليكس، مش الميديكال سيرجري، كتاب الانكليكس اللي نزلت لكم اياه، الساوندرز كومبرهنسيف ريفيو، مفسر بطريقه مرتبه نقاط. انا ليش بيعجبني هذا الكتاب؟ لانه حاط لك نقاط، فهي بغششكم مواضيع السيمينارات، ارجعوا على كتاب الانكليكس تلاقيها مفسرة، وكمان مركز على موضوع النيرسينج انترفينشنز والنيرسينج كير. يلا فيعوا ساوندرز كومبريهنسيف ريفيو، ساوندرز كومبريهنسيف ريفيو اللي فيه شرح، وفي نهاية كل شابتر 20 سؤال اللي ورجيتكم عنه. فالبلد، مشكلة البلد ترانسفيوجن انه مشاكل كثيرة، مش راح احكيها هون لانها بدها محاضرة كاملة، والدليل انه في عندكم سيمينار كامل عنها. طبعا لما اجي اعطي فلويدز كمان اي ميديكيشنز، هاي شغلات بتخوف. بالنسبة للاو ار انفايرمنت، بدنا نشيك على الروم على التمبريتشر، قديش قلنا من 20 ل 24، الهيوميديتي، اتاكد من كل الاكويبمنتس ان كلياتها شغالة، مش احتاج سكشن. والله انا بفترض انه العلبه بتاعت السكشن ما انا معلق انها شغاله، تعال نعمل سكشن، وكوين البربيش اللي ما مشبوك مع الحيط؟ ما فيش اصلا. مين قال لك انه في انه شغال اصلا يا دكتور؟ ليش حاط لي اياه؟ فبدنا نتاكد من كل الاكويبمنت انها شغاله قبل ما يصير، قبل ما احتاجها. مينتيننج سيرجيكال اسيبسس، شو معنى سيرجيكال اسيبسس؟ تعقيم، يعني بين قوسين قلنا زيرو مايكرو اورجانيزم، صح؟ زيرو مايكرو اورجانيزم. طبعا انا كنيرس بدي احاول امنع بريفنت الكومبليكيشن، بريفنت، وبالتالي
انا بقوم بكل الانترفنشنز عشان ما يصير كومبليكيشن، وبعدين بظلني ايش اعمل؟ كلوز مونيتورنج للساينز والسيمتومز اوف اني كومبليكيشنز من اللي حكينا عنها، على اساس اعمل لها ايرلي ايدنتيفيكيشن اذا صارت، اعمل ايرلي ايدنتيفيكيشن. ان شاء الله رجعتني. لا، ايرلي ايدنتيفيكيشن ايدنتيفيكيشن، وبالتالي اقدر اعمل ايرلي انترفنشن، وبالتالي البيشنت ما يكون في عندي كونسيكونسز او اثار سلبيه كبيره على حياه البيشنت. عرفنا شو الخطوات؟ بريفنشن بالاول، بعدين كلوز مونيتورنج للساينز والسيمتومز تاعت الكومبليكيشن، على اساس اذا صارت اعمل لها ايرلي دياجنوسينج واعمل ايرلي انترفنشن. فانا بكون زي يعني واحد من الكريتيكال ثينكينج تاعت اي نيرس. بتسمعوا رح تزهقوها طول ما انتم طلاب كلمه كريتيكال ثينكينج. واحد من الكريتيكال ثينكينج تاعت اي نيرس انه يكون متوقع الكومبليكيشن قبل ما تصير. كيف يعني بده يكون متوقع؟ مش معناه انه يهمل، لا، انت بتعمل كل الاجراءات، لكن انا بدي اتوقع اني اكون مشيك على الساينز والسيمتومز تاعت هذا الكومبليكيشن. بيشنتس مثلا عملنا له عمليه وقلنا عن الكومبليكيشن تاعت اي عمليه، بتتذكروا في بدايه المحاضره في بدايه التشابتر كله. فواحد من الكومبليكيشنز انه ممكن يصير معاه دي في تي، والدي في تي بعدين راح تاخذوها انها ممكن ثرومبوسس، جلطه وريديه، تضرب على الرئه. فانا كنيرس بحاول اخلي البيشنتس يمشي، اعطيه الميديكيشنز، عامل كل الانترفنشنز اللي لازم اعملها عشان امنع الكومبليكيشن. في حدا بيضمني انها ما راح تصير؟ معناته شو لازم اظل مراقب؟ الساينز والسيمتومز تاعت الكومبليكيشنز. اجيت اطلع على اجر البيشنتس ولا هي منتفخه، هاي واحده من علاماتها، تلاقيها منتفخه ومحمره وعليها هوتنس. بالضبط صارت. فطوالي اول ما تصير برن على الدكتور 1 2 3، بعمل انترفنشن، هي عملت لها ايرلي ايدنتيفيكيشن للدي في تي، وعملت لها طبعا عملنا البريفنشن ما زبط، معناه في الاخر صارت معاه بيشنت. بعض المرات في له عوامل كثيره بتاثر، ممكن مدخن، اوبيزيت كثيره، الجندر، ممكن كان تاخذ كونتراسبتيفز، هاي كلياتها بتعمل جلطات. مع قله الحركه عملت لها جلطة مع كل الانترفنشنز، على الرغم كل الانترفنشنز اللي عملتها. فأنا أول ما عرفت إنه صار معها دي في تي بخاف من الكومبليكيشنز الأكبر، إنها تنتقل الدي في تي وترجع تضرب على الرئة، بسموها جلطة رئوية قاتل إذا سكرت واحد من المين برانشز تاعت الشرايين الرئة، قاتلة فيتال. فأنا إيش هو أنا بقول؟ دكتور لحق بيشنتانا 1 2 3. بيجي الدكتور بيعمل انترفنشنز، ممكن يعطيه مميعات، ممكن يعطيه يعني ممكن يعملوا له، بعض المرات بيعملوا عمليه بحطوا له فلتر في واحد من الفينز عشان اذا انتقلت تعمل لها تراب تمسكها ما تخليها ترجع على القلب والقلب يوديها على الرئتين. فانا حتى لو صارت كومبليكيشنز ضروري اني القط هاي الكومبليكيشنز في الايرلي ستيج عشان امنع كومبليكيشن الاخطر. في داعي اشرح هاي النقطه؟ سيرفينج بيشنتس ادفوكيت، ممنوع اي شيء يضر بالبيشنتس من اي ناحيه، لا من ناحيه جسديه ولا من ناحيه نفسيه ولا من ناحيه اخلاقيه. احنا بدنا نحافظ على الفيزيكال برايفسي، على الفيزيكال سيفتي تاعت البيشنتس، على السايكولوجيكال ويلنس تاعت البيشنتس، وعلى الديجنيتي. مينتينينج كونفيدنشياليتي، شو يعني مينتينينج كونفيدنشياليتي؟ احافظ على معلومات السرير، اللي قبل المعلومات تاعت البيشنت تظلها سريه، ما اعطيها الا للناس اللي بتعامل مع هذا البيشنت. ديروا بالكم والله هذا البيشنت معه ايد، شو دخله انت هذا الممرض؟ ليش حكيت له؟ ما هو ما بتعاملش معه. طبعا حكينا لازم نعمل ريسبكتنج. هي غرفة عزل، شو معناها؟ تروح تشرب قهوة فيها؟ ها؟
هسه هون احنا لازم نكون change agent، عوامل التغيير. انا شفت هذا غلط، شو بروح بقول؟ يا بروح بنادي الانستراكتور، المدرس اللي معك، المدرب سريري، او بشوف الممرض. لا هاي صحاي، وما انها غرفة عزل لازم يضل الباب مسكر. بقول لك اه والله بجوز فتحوه عمال نظافة قاعدين بدهم ينظفوا على السريع ويطلعوا منه. بقول لك ممكن صار في مشكلة، ممكن اعرف انت. دائما قلنا اول نيرسينج انترفنشن، اول اشي بالنيرسينج بروسس شو؟ اسسمنت. انت تعمل اسسمنت للسيتويشن، بناء عليه بتتخذ القرار. لكن بيشنت هذا هم طلاب تمريض، ماشي؟ فانت شو بتقدر تقول؟ شباب ترى هاي غرفة عزل، بصيرش تفوتوها هيك، بكو تفوتوها، بكو تلبسوا الماسك، بكو تلبسوا الجانز اتسترا. شو معاه؟ قولهم ارجعوا لملفه. عرفت؟ بعد هيك اذا بدتم يخترقوا البوليسي تعملها ريبورت، تروح تقول للتمريض الشباب اللي ضولاك قاعدين بدهم يدخلوا بدون ما يلبسوا، تأسفنهم بين قوسين. بريك دقيقتين، دقيقتين بس.